برجك بالصحة. برجك بالصحة. صباحكم مزيان بالصحة مليان. أي عدلي الموجة شوية وركز لي مع برجك فيها الصبحية. الحمل ميسالش كي تعطي قد ما تحب تاخو. خفف شوية من الطلبات متاعك ليميت من عند شريك حياتك، خاصة وانت تعرف اللي هو يحبك وما يصبرش عليك يا حمل. الثور الخلافات الشخصية في الوسط المهني ما تنجمش تخدمك، حاول تتجنب الخلافات العقيمة اللي ما ينجم يجيك منها كان وجاي على الراس يا ثور. الجوزاء الخبرة اللي عندك والكفاءة ما ينجموا يحلوا قدامك كان برشا بيبان، انت عارف كيفاش تستغلهم وعارف كيفاش تاخذ قراراتك مليح يا جوزاء. السرطان الملل من الروتين والقلق حاجة عادية، أما الحل بيديك أنت كي تعرف كيفاش تقود نهارك وتعرف كيفاش توظفه ما بين الحاجات اللي تحبهم والمغروم بهم يا سرطان. الأسد كي تنجم تلقى ليكيليبغ ما بين قلبك وعقلك ما تنجم توصل كان ديسيزيون حلوة برشا، تنجم تفيدك أنت وخاصة تنجم تفيد شريكك على المستقبل القريب يا سيد. العذراء ماهوش مخفي عليك اللي علاقتك العاطفية يتحكم فيها برشا المود متاعك، إذا خليك ساعات تاخذ قرارات عشوائية مش في بلاصتها، ركز مليح خاصة قبل ما تقول كلام تنجم تندم عليه يا عذراء. الميزان مقابلة ولا رونديفو مزيان الإنسان يدخل في حياتك اللي ترتاح له برشا وتحاول إنه تقرب منه أكثر وأكثر، حاجة اللي تنجم تخليك تعيش سعادة كبيرة يا ميزان. العقرب الرزق على ربي وكان ربي كتب لك قسم أنت تعرف ما يفكولك حد، وكما يقولوا يحلها اللي ما ينام الليل يا عقرب. القوس عندك الكاباسيتي الكبيرة باش تسير أمورك تحت ضغط كبير، أما ديما خليك ردد بالك ورد بالك تسار الإنسان ولا تدخل إنسان في أمورك اللي ما تعنيوش واللي نجم يكن لك مشاعر سلبية يا قوس. الجدي الغيرة من أكثر الحاجات اللي تنجم تهدد العلاقة، خاصة كي يكثر الشك والكلام اللي ما ينفعش يا جدي. الدلو ليامي تتحط قدامك برشا خيارات ويزيك أنت وحدك الحل، حاول تعمل على روحك في اختيار القرار الصائب، خاصة ما تعملش على إنسان اللي نجم يكون مش متفهم السيتواسيون بتاعك بالكدي يا دلو. الحوت ساعات ماذا بيك تقبل الحاجات كي ما تنجمش تبدلهم، أنت تعرف اللي الشيء ما يدوم ولا حال يدوم، هذيك علاش الصبر ينجم يحل برشا حاجات يا حوت. هيدا برجكم بالصحة لليوم، نور تقولكم إن شاء الله صبحكم بنين وبكل طاقة وفيتامين. برجك بالصحة. برجك بالصحة.